السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيناكم منتوج جديد اللي هو A73 في الأوبو A73. كما تشاهدوا هذا هو الهاتف الجديد أوبو A73 على الشكل الجميل نتاعو من الخلف. كما تشاهدوا يمتاز بأربع كاميرات من الخلف في شكل مربع، مزيان برشا الشكل نتاعو الهاتف. نشوفوا بالنسبة للطول، الهاتف 159 ملي متر، بالنسبة للعرض 72 ملي متر، الجود نتاعو 7.5 ملي متر، الوزن 163 جرام. نجمو نحطولو زوز بيسات، زوز شفرات في الجنب كيما تشاهدو. الكرون نتاعو اموليد، طول الشاشة كيما تشاهدو الهاتف طويل في يدي، معنتها ماهوش قصير، الهاتف طويل 6.44 بوص كما تشاهدوا. ريزوليسيون تاع الليكرون 1080 في 2400 بيكسل. نوعية البلار الموجود، الزجاج الموجود في الهاتف نوعه غوريلا 3، غوريلا جلاس 3. ندخلوا توا في البارامتر ونشوفوا شنو موجود. هذا كيما تشاهدوا هنا عندنا اندرويد 10، بالنسبه للرام نلقاو 6 جيجا رام، الذاكره الداخليه نلقاو 128 جيجا كيما تشاهدوا معايا، 6 جيجا رام 128 جيجا ذاكره داخليه كما تشاهدوا. عندنا البروسيسور كوالكوم اس ام 6115، سناب دراجون 662، نلقاو سي بي يو اوكتا كور 4 في 3.2 جيجا هرتز. حلو الهاتف اللي مغروم بالألعاب كيما الفري فاير والألعاب الأخرى. حلو الهاتف، مزيان برشا، عجبني. نشوف توا الكاليتي ديماج نتاعو، نوعية الصورة كيما تشاهدوا عنا كيما قلنا أربع كاميرات من الخلف. هنا عندنا فوتو فيديو بورتري، هنا نلقاو اتش دي اكسترا رالونتيز، نلقاو نجمو نلقاو رالونتي، نلقاو اربع كاميرات 16 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا الاولى الوايد، 8 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا الثانيه اللي هي الالترا وايد، واثنين ميجا بيكسل الكاميرا الثالثة اللي هي الديث، والكاميرا الرابعة اللي هي 2 ميجا بيكسل ديث مرة أخرى، زوز كاميرات ديث. نلقاو ليد فلاش هاش دي اير بانوراما كما قلنا 1080 بيكسل الفيديو. بالنسبة للسيلفي نلقاو 16 ميجا بيكسل.